هذا القانون الجائر، ولكن ما يكون رد بطريقة هاي ترمي مرة واحدة. هذا الشاعر علي الصفيف، هذا الشاعر صالح بن شيرة، وهذا الشاعر مسعود بن شعاب، وكلهم من صبيان البيح الموت في المشرف في البلاد ذا، والنقيب والملازم بن زيوح فنشوه مرة واحدة، والنقيب جابر بن سعود نزلوه من نقيبي إلى ملازم أول، والرائد بن علي نزلوه من رائد إلى نقيب. هذه أحكام جائرة. سلام ورحمته واللي يسلم، شاعر نسلم على قايد وطننا، يا تميم المجد قدام نتكلم، نطلبك عدلك ورفع الظلم عنا، كلنا يا سيدي منك نتعلم، والكلام اللي يروج ما شحنا، في النهار الشين والليل المظلم، حنا من دونك وحنا اللي وحنا، ما نحب نشوف اظافرنا تقلم، والشموخ سلومنا وسلوم اهنا، والضعاف للضعوف اللي يتبلم، والمعزة كأنها السيف المحنة، وان بغيتوها تجي ضربة معلم، يا بني عمي مزب انت المجنة، الشريف الحر لا يكتب تظلم، والله ما نضعف حنا في وطننا. يا ربعنا ما عاد فيها تغبي، اللي يغبي راسها الله يلومه، السجن ما هو عيب لكن يا ربي حتى الوطن منه السلامة غنومه، واللي على النهج القويم أمت ربي من دون حقه ما تذنت عزومه، يا غد وجه المهبي مهبي وجيهنا فيها عن الذل شومه، يا شيخ حنا شعبك اللي يلبي غصبا على برد الزمان وسمومه، شاعر وعبر عن ولائي وحبي وانقل علوم الشعب وانقل همومه، مو بلازم كل يوم التنبي لكن لازم تحترمنا الحكومه. سلام مني على حضرة سمو الأمير الحاكم العادل اللي عندها قواتنا، يا بقلم يا طويل العمر فيكم كبير، وانت ولي امرنا واكبر طموحاتنا، في الولاء لك ولجدودك على كل خير، وفي الشر تعرف عزاوينا ووقفاتنا، يا سيدي كلنا لك من كبير وصغير، ولك والله ما فضينا اعتصاماتنا، حنا اعتصمنا على سلمه مثل ما يصير، من حقنا والحقوق اهداف غاياتنا، اما الكلام الكثير اللي معنه كثير ما هم طيح معزتنا وهاماتنا، حنا ما فينا شكوك وجمعنا يستثير جموع خلق الله اللي تبغي اسكاتنا.